الواحد مننا يشوف اي حاجة غلط لازم يقاومها او لازم يعدلها. هو ديننا بيأمرنا بكده وربنا بيأمرنا بكده، ودي طبعا موجودة في الشعب المصري يعني بالفطرة، مش عند كل الناس. يعني في مثلا اجيال اللي هي القديمة دول ما بيتغيروش، دول زي ما هم من صغرهم، لكن دلوقتي الاجيال اللي طالعه جديد تقريبا اغلبيتهم ما فيش الكلام ده عندهم او ما نزلش في قاموس حياتهم. دلوقتي كل واحد بيقول لك لنفسي، محدش بيسال في حد، مش حد بيهتم بحد. ودلوقتي اي حد ماشي في الشارع هيلاقي بنت مثلا حلوه هيعكسها، الموقف ده هيترد فرصته، فكده الشهامه بتاعته هي هتروح. يعني التربيه اتغيرت عن زمان، مثلا يعني زمان كنا بنمشي البنت ما كانش حد بيكلمها، دلوقتي اتغير كتير قوي، البنت بتمشي مثلا كذا راجل يكلمها ويعاكسها وما حدش بيدافع كله بيسكت. لولا النخوه والشهامه ما كان في عروبه. اكيد موجودين، اصل هي فروق فرديه يعني مش حاجه بتكتسب. يعني الخوف وماتي ليوم الدين اكيد لسه موجودين. طب احنا شايفين دلوقتي ان البنات الصغيرين هم اللي بيقولوا ان لا ده زمان كان في نخوة ودلوقتي ما فيش، يعني البنات اصلا بالفعل عندهم شكوى من الموضوع ده. اصلا ايه هو مفهوم النخوة وانا علمه، يعني اللي خلى الاجيال اللي قبلينا تتمتع بهذه الصفة بشكل كبير جدا اكيد اهليهم علموها لهم وغرسوها فيهم وبقت صفة من صفاتهم. احنا بقى ازاي نعلم اللي حوالينا وهل هذه الصفة مكتسبة؟ عشان دايما نسمع قصة ايه، تيجي واحد تقول لك اصل ده ما عندوش نخوة، اصل ده مش عارف كذا. طيب هنعرف ايه هي النخوة اصلا وازاي نقدر ان احنا نعلمها لاولادنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، استاذ دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. طيب الاول بس ايه رايك في اللي سمعته من الشباب هنا؟ هو كلام واقعي جدا، يعني في ناس شايفين انها قلت جدا وفي ناس شايفين انها مش موجوده، ناس اخر واحد قال لا اكيد لسه موجوده، ففي اراء مختلفه. وقالوا كمان انه الاجيال اللي فاتت كانت فيها النخوة أكتر من الأجيال الجديدة. كل ده كلام صح. أنا هبدأ بالأخراني. الأخراني بيقول لسه موجودة، وهبدأ بيها ليه؟ لأني لسه شايفها مبارح بالليل. وأنا وعدت صاحبها أن أنا يعني هقول اسمه. طيب أنا كنت سايق عربيتي بالليل وماشي في مكان كده الطريق مقطوع شوية، فالعجلة نزلت في حفرة، الكاوتش اتقطع، حاولت أفك العجلة عشان أغيرها، الصمويل مفوتها. فواقف بقى ايه، مفيش اي حيله خالص او حاجه اعملها. وانا في الظرف ده ببص لقيت واحد وقف ورايا بالعربيه وقام نازل، شاب كده ايه اسمر من اهل الصعيد، شكله كده انه من اهل الصعيد، طلع من اسوان طبعا. اسمه احمد. وقف وقعد يعافر في الصمويل عشان يفكها، وقعد يجيب بقى عده وحاجات من العربيه بتاعته. احنا قعدنا في الموقف ده حوالي ساعه لحد ما خلصنا المهمه بلا اي شيء. الراجل بقى ابتسامته الحلوه كده ووشه، انت عارفه بتوع اسوان الطيبه بتاعتهم والابتسامه الحلوه بتاعتهم دي البريئه الجميله دي. تاني اسبوع على فكره على التوالي الناس تشيد باهل الصعيد وخصوصا باهل اسوان. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في ده، يعني ده تاني اسبوع. احنا يمكن الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم برضه في قضيه اجتماعيه يا دكتور، وكل الناس قال لك ايه اتعلموا من الناس بتوع اسوان. حقيقي فعلا، يعني فيبدو انه لسه في بيئات واماكن ما زالت تحمل هذه النخوه والشهامه. انا الحقيقه شكرته وقلت له الغريب انه اخر حاجه الليله دي انا هنام بعد كده، فاخر حاجه شفتها هو الموقف ده وانا رايح بكره برنامج، ابقى ارجوك ابقى اشوفه. عشان دي انت عارفه بتحيي جوه الناس معنى انه لا ما تيأسوش، يعني لسه مازال في خير في الناس. نيجي بقى لايه، لكلمه النخوه والشهامه والمروءه الكلمات دي متصله ببعضها والنجده. معلش انا يعني هقول تعريفاتهم بسرعه عشان نسمع عارفين احنا بنتكلم عن ايه. يعني النخوه قالوها ايه؟ قالوها القابليه لتقديم المساعده بدون مقابل، يعني حد هيقدم لحد مساعده بدون مقابل.
حد هي واحد مزنوق في حاجه، واحد في ورطه، واحد مظلوم، واحد مش عارف ايه. بالظبط كده. ايه اللي هي عندنا يقولوها الجدعانه، الجدعانه بتاعت ولاد البلد. طيب امال الشهامه ايه؟ الشهامه قالوا ان هي الذكاء او تعلق النفس بالاشياء العظيمه توقعا لحسن الذكر. معلش انا بقول التعريف عربي شويه. لكن باختصار ايه؟ باختصار انه الشخص ده يحب يعمل حاجه كويسه عشان تتكلم عشان تتكلم عنه كويس، سمعته تبقى كويسه عند ربنا وعند الناس، او 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 يعني يبقى بيعمل حاجه ترضي ربنا وترضي الناس في نفس الوقت. كله بيعمل المواقف دي لوجه الله يعني. بالظبط. مش مستني من إيه؟ من اللي قصادي حاجه. هو احساسه بذاته عالي، فيقول لك ايه، انا يعني اعمل الحاجات العظيمه قوي، ده اسمي، دي سمعتي، دي صورتي، اللي الناس دلوقتي بيسموها ايمج. بس هنا كلمه ايمج دلوقتي بتستغل تجاريا، يعني شركه بتعمل لنفسها ايمج، شخص بيعمل لنفسه ايمج عشان يوظفها تجاريا. لا، الشهامه مش كده. الشهامه هو احساسه بانه حاجه كويسه فما يطلعش منه الا حاجه كويسه. هو شايف نفسه شخص كويس فلازم يعمل كل حاجه كويسه عشان كده الناس تفضل طول الوقت وربنا يفضل طول الوقت شايفه حد كويس. يقول لك مثلا احنا بيت اصول، احنا اهل اصول، ما ينفعش يطلع مننا العيبه مثلا. انا قاعد بقرب شويه الحاجات من اللغه الدارجه بتاعتنا. تمام. طيب امال المروءه ايه؟ المروءه هي الـ 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 الكمال الانساني اللي هو يعني يتعلق بكل الفضائل والمحاسن الإنسانية، ويبتعد ويتجنب كل ما يدنسه أو يشينه من الصفات. يعني دي ما تطلعش مني، ما ينفعش أكذب، إزاي ما ينفعش، ما تجيش. فدي المروءة. النجدة هي تقديم المساعدة بأقصى سرعة، إنه في حد مزنوق تلحق بسرعة تسنديه أو تلحق تنجديه. الكلمات النخوه والشهامه والمروءه والنجده هتحسي ان زي ما يكون في مساحات مشتركه ببعض. يعني اللي بيبقى ببعض عنده واحده بيبقى عنده الثانيه، مشبكين في بعض. عشان كانت النهارده واحنا بنتكلم غالبا هنتكلم في الاطار النخوه، الشهامه، المروءه، النجده. طب دلوقتي يا دكتور حضرتك وحضرتك بتتكلم تقولي ان الشاب، سواء الشاب اللي حضرتك قابلته امبارح او غيره من الناس اللي بتسعد جدا بمفهوم العطاء، ان هي لما تعمل حاجه، بعمل حاجه واشوف حد مبسوط بيها ببقى انا كمان مبسوطه جدا. مش مهم ايه الحاجه دي، ممكن تبقى حاجه بسيطه، بس انا بحس بسعاده جدا في الحكايه دي. يعني سعاده بتسعدني انا اكتر ما بتسعد اللي معمول له الخدمه دي. طيب لما بيلاقي الشخص ده مفيش امتنان من اللي قدامه، ومع علما مع ان الواحد المفروض ما يستناش حاجه، بس لما بيلاقي مفيش امتنان، لما بيلاقي مفيش كلمه حلوه، لما بيلاقي مفيش معامله طيبه، بعد لما بيعمل موقف الشهامه ما بيعملهاش تاني. صحيح. وخلاص بقى يقول لك ما عدتش اعمل حاجه ومفيش حد يستاهل ومش عارف ايه، وده زمان اغبر، والناس بقت وحشه والحاجات دي كلها. يعني ده مهم جدا. انا بطل ابقى كويس، الشهامه تعيش. ليه؟ لأن هي الشهامه الاول جت ازاي؟ يعني هو كل جنس كده في الشعوب الارض بيتصف بشويه صفات. يعني مثلا الالمان مثلا يتصف ان هم الجديه في الشغل والحاجات دي والاتقان. اليابانيين يتسموا بالادب والتفاني في العمل ومش عارف. الانجليزي يتسم بانه جنتلمان. الشخصيه العربيه من زمان اتصفت بشويه صفات زي الكرم، زي النخوة، زي الشهامة، زي المروءة، زي الحاجات دي. اتصفت بيها ليه الشخصية العربية؟ لأنه الشخصية العربية كانت تعيش في أجواء صعبة، أجواء صحراوية فيها مخاطر كتيرة جدا. فكان قيمة الصفات دي عندهم مهمة. ليه؟ لأنه هم اكتشفوا أنه لازم الإنسان يعملها عشان يساعد غيره وعشان غيره يساعده، والحياه تستمر. ايوه، يساعد غيره وغيره يساعد. بالظبط. يعني لازم على الاقل ابقى يعني حتى اشيد بهذا التصرف حتى لو كان بسيط. بالظبط. فاعلو من قيمه هذه الاشياء. كان اللي يعمل الحاجات دي هو ده يعني اللي يخليها تعيش، يخلد ذكره. يعني مثلا حاتم الطائي مشهور بالكرم. اي حاجه تيجي الكرم يقولوا حاتم الطائي. الكرم الحاتمي مثلا. الكرم الحاتمي. فكانوا بيعلوا هذه القيمه. اعلاء قيمة النخوة والشهامة والمروءة والنجدة بيشجع الناس ان هي تعملها.
انه بيبقى حاسس انه الحاجه دي متقدره. لكن لو ما تقدرتش تموت، وده الحقيقه من الحاجات اللي خلاها تموت. ده بالعكس بقى ساعات، ده انت عارفه ان في عندنا شويه امثال شعبيه تقتل اي نخوه في نفس اي حد. يعني مثلا يقول لك ايه؟ تقتلها. زي ايه مثلا؟ يقول لك ايه؟ ان جه الطوفان حط ابنك تحت رجليك. شايفه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عيش جبان تموت مسطور، او عيش ندل تموت مسطور. يقول لك تاني ايه؟ ايه اللي هيستره لما يبقى ندل يعني؟ مش فاهمه. يقول لك يعني صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. يقول لك مثلا ايه؟ ان قابلك لعمة كل عشاء، انت مش احن عليه من اللي عماه. ايه العنف ده؟ ايه ده؟ ايه 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 العنف ده؟ اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. امثال سيئة جدا، سخيفة جدا، سخيفة جدا. كل ضد كل نخوة ومروءة وشهامة وحاجات كتير تانية اما افتكرها بقولها في اثناء الكلام. فدي زي فيروسات تغلغلت للبناء النفسي والاجتماعي. طب ايه السبب يا دكتور؟ يعني ايه السبب ان دلوقتي الناس بقت تقول لك لا؟ يعني زمان مثلا كان دايما يقولوا لنا ايه، احنا كنا نمشي في الشارع عيب جدا جدا ان حد يبص على حد ولا يتطفل على حد ولا يعاكس حد. يعني الناس كلها تبص له بصة يعني شزر كده، اللي هو انت ازاي بتعمل تصرف مشين بالمنظر ده؟ كان الناس اللي في الشارع حتى اللي هو مش عارف الست دي او مش عارف البنت دي يروح يقول له يا ابني انت بتعمل ايه، كان ممكن يتمسك ويروح السجن. يعني كان حاجه عيب قوي قوي ان حد يبص على حد او يتطفل بهذه الطريقه سواء بالمعاكسه او غيرها. دلوقتي بقى عادي، ممكن يعني بتضايق جدا في اماكن واماكن بصراحه. يعني في برضو حالات لا، لما بيشوفوا بنت بتتعاكس او كذا الناس بتتدخل، بس بقوا بيتدخلوا بنات كمان معاهم، مش بس الشباب. بس في مواقف بتحصل بتبقى مضايقه جدا، ان مثلا اشوف ايه ست كبيره مثلا شايله حاجات كتير ومعديه من قدام مثلا جامعه او مدرسه، مفيش حد بيشيل منها. ست كبيره راكبه مواصلات او راجل كبير راكب مواصلات وشفتها، حد يمكن صورها وبعتها لنا قبل كده، ان الراجل واقف وشاب صغير قاعد. طب الحاجات دي ايه؟ ده راحت فين؟ اتكلم مع حد اكبر مني يقول له انت موت النخوه. مع ان زمان كان يقول لك لا، ما حدش يقول الاكبر منك انت اسمع حضرتك. بالظبط، في حاجات كده مش موجوده يعني. بالزبط. دي راحت فين بقى؟ يعني في جيلنا لا يمكن ابدا كانت تبقى واحده ست واقفه او بنت واقفه في اتوبيس او في قطر او في مترو او في اي حاجه من دي. يا ريت مش واقفه في حالها يعني، مش واقفه واقفه في حالها كمان. بيعكسها كمان. بيعكسها كمان. تمام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتقولي، يبقى حد شايل حاجه ومحدش يساعده. يعني اولا كان لو هي عايزه تشيل الحاجه لازم في حد بيساعدها انها تطلعها لفوق كده فوق راسها. وممكن يشيلها عنها يوصلها. ما يشوفش واحده بتتعاكس. يعني كان حكايه بنت الحته، بنت الحته دي ما حدش يقرب لها. يعني لو اختهم مش بالظبط كده، كانها اختهم. بالظبط، ما حدش يتعرض لها. ولو اتعرض لها ممكن حد يدافع عنها لدرجه انه ممكن يفقد حياته. صح. والمجتمع يعني يسمن هذا الشيء او هذا السلوك. لا، وكنا بنشوف في الشكل. يعني احنا جيل بتاع امهاتنا وكده كانوا يعني كانوا بيلبسوا عادي جدا، وكانوا بينزلوا بيركبوا المواصلات بالملابس دي. بالزبط. عشان الناس اللي بتقول لك بس لبسها هو السبب. لا، لبسها ايه يعني؟ ما هو زمان كان كله بيلبس ميني جيب وميكرو جيب، وما فيش حد يجرؤ يبص على حد. هي تربيه، هي مالهاش دعوه باللبس، هي تربيه. ده صحيح، مالهاش علاقه. كانت من الحاجات اللي كانت مزعجه جدا، حاسه ما اعرفش يعني الناس دلوقتي فاكراها ولا لا، كانت فتاه العتبه. فتاه العتبه دي كانت اعلان عن موت النخوه بقى لها حوالي 20 سنه مثلا. ال- 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 البنت دي اغتصبت في ميدان العتبه قدام الناس. تخيلي بقى بنت تغتصب جهارا نهارا في ميدان كبير قدام الناس، والناس ولا هي هنا ودي جت يعني في احد المسرحيات، كانت مسرحيه دستور يا سياد اعتقد. جابوا المشهد ده وجايبين منظر الناس وهم واقفين كده كانهم تماثيل بيتحركوا بالبطيء كده في حاله لا مبالاه، وكانهم متخدرين. صح. او سكرانين او حاجه بالشكل ده. عمليات التحرش الجماعي اللي حصلت بتبقى في المناسبات والاعياد. دلوقتي البنات تقول لك انا مش هنزل الشارع في العيد عشان التحرش، مش عشان الزحمه. هتتبهدل لو نزلت يعني. بالظبط. فدي كانت اشارات حمراء
انه خدوا بالكم يا جماعه النخوه بتموت، الحقوها بقى. يعني ليه بقى ليه نلحقها؟ لانه ما من احد مننا الا ويحتاج هذه النخوه من حد تاني مهما كان مكانه. شرط الستات يا جماعه على فكره، رجاله ستات، رجاله أي حد. ستات اطفال، اي حد بيحتاج ده بالظبط، اي حد بيحتاج ده. وبعدين غياب النخوه والشهامه والحاجات دي كلها بيشيع بقى صفات سلبيه وانتهازيه اخرى. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي يقولوها ايه، يقول لك ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. تخيل لما حد يتبنى ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، يشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض هيموتوا بعض، ما يدخلش يحجز بينهم. لك انا مالي، واحد ماسك مراته بيضرب فيها وهيموتها، الجيران ما لهمش دعوه، يقول لك احنا مالنا، انت مالك خليك في حالك. هو كده المثل، وانت مالك خليك في حالك، انت مالك خليك في حالك، دي بتبقى برنامج في المخ. لا وبعدين خلتنا كلنا بقينا الناس بقت ايه يعني، في بقت مش طايقه بعض. أيوة. يعني الناس بقت متضايقه من بعض، بيتجنبوا بعض وكل حاجه. في فرق كبير جدا من ان انا ابقى عندي مشاركه مع الناس اللي حواليا، حد محتاج حاجه، حد مش عارف اسال عليه حتى من غير ما يبقى محتاج حاجه، وما بين ان انا اتطفل عليه او اتدخل في حياته. انا ما اقصدش ان انا اتطفل، انا من الشخصيات اللي بتكره التطفل جدا. صحيح. بس يعني على الاقل لو حد محتاج حاجه ما تعملها له لو تقدر، ايه المشكله يعني؟ هو دلوقتي بقى الايه المشكله في ايه؟ يعني ايه موانع النخوه؟ ايه اللي خلى النخوه تموت في نفوس الناس في هذا الجيل؟ يعني لازم نفكر فيها بواقعيه شويه. اول حاجه الانانيه المفرطه والفردانيه في الحياه، انه كل واحد يقول لك انا يا دوب قايم بنفسي، انا هدخل وادخل بقى في مشاكل ووجع قلب ومش عارف ايه، انا عايز اربي عيالي واعيش كده في امان وخلاص. فدي اول حاجه بتقتل، ما هو بيربيهم ان هم ما يبقاش عندهم نخوه. بالظبط كده، يقول له انت في حالك مالكش دعوه. حتى هي الام وابنها رايح المدرسه تقول له وهي بتحط له سندوتشات كده في الشنطه او الشوكولاته في الشنطه او العصير او اي حاجه، اوعى تدي لحد من اصحابك منها، تاكلها انت وما ترجعليش بالشنطه فيها اي حاجه، واوعى حد ياخد منك حاجه. دي غلط جدا، ده غلط جدا الحكايه دي. يعني امهات كتير بتقولها الحقيقه، امهات كتير بتقول طب يعني على الاقل عايز الواد يربرب ويكلبز مش انا يعني ممكن تبقي مدياله مثلا حاجه حلوه، يبقى ادي لصاحبك يبقى ادي صاحبك حته، او انت واحده وصاحبك واحده. يعني علميه كرم، مش اوعى تلعب حد بلعبك، اوعى مش لا يعني ليه كده؟ يعني بتحذره منه. الحاجه الثانيه انه الغياب فكره الايثار، يعني قيمه الايثار كده ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، دي مش موجوده. انك يبقى في حاجه هتعمليها كويسه لحد ودي يمكن تيجي على نفسك شويه، تمام، فتحس انك ضحيتي بحاجه او اديتي حاجه وانت كنتي والله في اشد الحاجه. الـ الـ الواحد لما بيلاقي اللي قدامه سعيد وممتن بيبقى مبسوط قوي، يحب يعملها تاني. ايوه، ما هي دي رقم ثلاثة بقى. تقديرك الايجابي للاخر، انك بتحترم الاخر، انك بتقدري الاخر ده بالزبط. انك بتحبيه، انك بتثقي فيه، فهو يستحق مني ان انا اضحي ببعض الحاجات. تمام. وكمان طيب. تقديرك الايجابي لذاتك لنفسي طبعا اهم حاجه، انك صاحبه قدره على العطاء. صحيح، انك كريمه. بالظبط. دي احلى كلمه ممكن تتقال على حد على فكره. الكرم. طيب انا معايا سحر. الو سحر. ايوه صباح الخير. صباح الفل يا سحر، اتفضلي. والله انا شايفه انتوا كاتبين لماذا اختفت النخوه والشهاب. انا مش شايفه انها اختفت بصراحه. انا من كام شهر انا في التجمع، بيقولوا شباب التجمع متدلعين وبتاع والكلام ده. انا كنت ماشيه سايقه سيارتي انا واختي، تمام، والله فصل الكهرباء ما اعرفش ازاي في وسط الطريق وفي شارع 90، شوفي الشارع عامل ازاي. فلقيت اتنين شباب وقفوا بعربيتهم، شباب زي الورد، ما اعرفش بقى دي فيهم نخوه فيهم رجوله فيهم شهامه عجينه من كل ده. الله. وقفوا وعطلوا نفسهم وقعدوا يحاولوا في العربيه، ما عرفوش، قعدوا راحوا جابوني على نص الطريق وحاولوا هم ياخدوني انا واختي معاهم، قلت لهم متشكره، حاولوا قد لقوا واحد قريبهم كلموه جابوه تعالى شوف الناس دول، طب حاول تساعدهم، حاولوا ساعدونا بشتى الطرق. في الاخر ادوني نمره التوكيل، كان التوكيل جنبي، المهم حاولوا بشتى الطرق. انا شايفه ان دي نخوه
شهامة، رجولة، كل حاجة. وفي شباب، شباب صغير. لا احنا ما قلناش اختفت يا مدام صحر، احنا قلنا ان هي قلت، واحنا عايزين الناس كلها تبقى كده يعني، نبقى كده زي زمان. انا مبسوطة قوي بالموقف اللي حضرتك بتحكيه ده بجد يعني. والله لسه موجودة، وبشوف بتعرض لحاجات كتيرة من كده، والشباب لسه بخير، وشبابنا بخير، وكل حاجة، ومصر بخير ان شاء الله يا رب دايما دايما بإذن الله. شكرا يا مدام صحر، وشكرا على القصة الجميلة. انا بفرح قوي لما حاجات تدعو للتفاؤل وتخلينا يبقى عندنا امل. في شويه حاجات بتبقى بايخه بتضايق في الشارع، بس في نفس الوقت يعني لو حضرتك ماشي في مكان، يعني في اي مكان، وحصل اي، بلاش يا جماعه، طب ما احنا في رمضان، لو احنا راجعين من الشغل ولا حد راجع في وقت الفطار متاخر، وفي ناس بتبقى قاعده مش عارفه خالص، تقول له تعالى افطر معانا. ده تصرف مش هتلاقيه غير في مصر على فكره، عمرك ما هتلاقيه في حته تانية، وحتى مش في رمضان. لما تبقى ماشي في الحسين او في حته زي كده، والناس تيجي تسال حاجه، تقول لك اتفضل، كنت برضو في يعني في مكان ما، والناس بتضيف بسخاء جدا. الناس لا يعني لسه في حاجات حلوه كتيره، بس انا ببقى متضايقه لما بلاقي ان ده شكوى، يعني بقت شكوى للناس. يعني معقوله احنا دي صفه من صفاتنا وبتختفي بالطريقه دي؟ عشان زي ما حضرتك قلت، في ام مثلا من الامهات تقول له ما تلعبش حد بلعبك، ما تاكلش حد من اكلك، لا ما يشاركش حد الحاجه الحلوه اللي معاه. لا، ما هو ده لما يكبر هيبقى جاحد عليك انت على فكره، مش هيبقى بخيل وجاحد. ما تعلميهوش ان هو طول الوقت يحصل على الحاجه بسهوله وما يديش حد حاجه، دي بايخه جدا يعني. ده لما بيكبر يبقى اسخف شخص ممكن تقابله في حياتك يعني. صحيح. زي ما قلت كده، انها صفه من صفاتنا. واحنا لما بننزعج لما لقيناها قلت، المنسوب بتاعها قل، لان هي حاجه مميزه لينا. انا اتحدى انه يعني، انا قعدت ادور الحقيقه في اللغات اللي انا اعرفها، ادور على كلمه نخوه او مروءه او شهامه، ما لقيتهاش. يمكن لو حد يعرف يقول لي، لكن ما لقيتهاش. انها يبدو انها متصله شويه او ملتصقه بالثقافه العربيه. على قد ما عندنا مشاكل كتير في الثقافه العربيه، الا انه دي احد محاسننا، حته انه حد يعزم حد يضيف حد. انه ناس في رمضان زي ما حضرتك بتقولي، مش عارف حضرتك بتسافر في رمضان على الطرق ولا لا، لو بتسافر على الطرق في رمضان، الناس اللي يسافروا يعرفوا الحكايه دي، واقفين شباب ساعة المغرب بيجيبوا عصير واكل، يجيبوا عصير ويجيبوا تمر ويجيبوا اكل وميه ويوقفوا العربيات اللي ماشيه على الطريق، يعطيها لك كده من الشباك، ويبقى زعلان جدا لو ما خدتش منه. انا اوقات كتير انا ببقى مثلا بلف بفوت على كذا بلد وقت المغرب، فاخد من هنا واخد من هنا، واخد من هنا، بص الاقي العربيه اتملت. طيب ايه ده؟ تلاقيه في حاجات كده بتبقى جميله يعني، بس نفسي تبقى طول الوقت يعني، نفسي يعني يبقى دي ده العادي يعني، هو ده كان العادي بتاعنا طول الوقت، وفي لسه خير، بس احنا عايزين يبقى اكتر. احنا ده حصل حاجه كمان احسن يعني الـ في رمضان اللي فات ده حصل حاجه جميله جدا يعني، معلش انا قطعتك عشان اقولها. الـ الشباب المسيحي في 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 بعد في بعض بلاد الصعيد كان واقف يوزع الحاجات دي، واحد وهنا واحد الكنائس او بعض الكنائس كانت بتطلع شباب منتمي اليها يوزع الفطار على الطريق، ويعزموا بعض الناس اللي ما يعرفهمش. برضو مش هتلاقي ده الا في مصر على فكره، مش هتلاقي الا في مصر بالظبط. في المجتمعات الاخرى يعني، يمكن حضرتك تشوفي ده، او الناس عارفه الحكايه دي كتير. لو واحد رايح هو وزوجته مطعم، هو بيحاسب لنفسه وهي بتحاسب لنفسها. لو راكبين بيقطعوا تذكره المترو، هو بيقطع تذكره له وهي بتقطع تذكره ليها. هل تتخيلي؟ هو ده بيحصل في بلاد عادي، ما بيبقاش حاجه، بس لما يحصل حاجه زي هنا، تيجي بقى البنت تقول لك شفت البخيل. يعني احنا مش متعودين برضو على كده يعني، متعودين على الحكايه دي هنا في مصر. وده بيحصل عادي بره، بس في مصر لا يعني، احنا مش متعودين. واللي بيحاول يعمله بيصنف بخيل، بيصنف بخيل او ما عندوش نخوه، هي دي الكلمه. الصفه دي بقى شفتها اكتر كمان في اخواننا السودانيين. انا كنت يعني بشتغل في احد الدول خارج مصر، وكان معانا بعض الاخوه السودانيين، فكان ابص الاقي كل يوم عنده ناس.
اقول له انت قرايبك كتير قرايبك كتير قوي كده كل يوم وتلاقي ناس قال ولا اعرفهم ما يعرفوا ايوه مش قرايبه اي حد جاي من السودان ونازل البلد ينزل عنده يومين ثلاثه اسبوع لحد ما يبقى يشوف شغل يشوف حاله والله الحاجات دي بتبقى من مسببات السعاده للي بيعملها طيب احنا اتكلمنا بقى على فكره على اسوان واهل الصعيد وفكرت موقف من اسوان معايا عم بطرس من اسوان الو عم بطرس صباح الفل يا عم بطرس ازيك الله يبارك فيك احب اسلم على الدكتور واسلم مختلف نقط النقطه الاولى هو قال السودانيين مصر والسودان شعب واحد النقطه الثانيه حضرتك قال الشباب المسيحي الشباب المسيحي لقى اخوه محمد وقف معاه في الواجب بتاعه في كل المواقف الصعبه فازاي ما يوقفش لا واسوان احنا ابتدينا الفقره بنتكلم على اسوان بصراحه والكرم والجمال اللي اسوان فيه بقول لك يا عم بطرس احنا كل اسبوع نقول لهم اتعلموا من اهل اسوان واهل الصعيد عموما يا عم بطرس بس يا فندم انا عايز اقول كلمه مهمه جدا بعد اذنك اتفضل فندم دورك المطلوب دلوقتي لاصلاح الشخصيه المصريه اللي هو الطبيب النفسي ان الطبيب النفسي انا بحسبه هو الميكانيكي تعبير جميل والله تعبير جميل على الخبره يا فندم دايما ما يبقى السياسي ورجل الدين والاعلام لو بصينا على السياسه قبل الرئيس السيسي كان السياسه يعني اعتبر الفساد اصبح جزء من الاستقرار رجل الدين الدين بيجي عندنا دلوقتي احنا في يعني اخذناه واجهه اجتماعيه ونسينا المضمون بتاعه الاعلام احنا الحمد لله وضعنا مع قناه صباح الدريم او نهايه الاسبوع الحمد لله قناه كويسه بيجينا الوضع في قناه ثاني زي في عقولهم يبقى كده احنا محتاجين ميكانيك النفس اللي هو قال عليه القران يا ايها النفس يا ايها النفس وما ذكرش الجسد غير يمكن بعض الحاجات خفيفه يا فندم اصلاح المواطن المصري او اصلاح الشخصيه المصريه اللي قال عليها السياده الرئيسي في يدكم انتوا اطباء النفس انكم انتوا اللي تقدروا تظبطوا المطار عشان المطار يقدر يكمل الله وشكرا انا اسف على التعبير تعبير جميل والله لا والله يا عم بطرس احنا بنحبك انت حبيبنا ميكانيك النفس دي حلوه انا معجب بالتعبير واعتز بيه انه فعلا النفوس يعني اهم حاجه نصلح انفسنا يعني مفيش حاجه مستاهله نعادي بعض خالص بالظبط كده وانا يعني يمكن بنقل كلمه الاستاذ بطرس لزمايلي الاطباء النفس وعلماء النفس والمتخصصين في كل الجوانب النفسيه انه فعلا يعني عليهم واجب ان هم يعني يصلحوا الحاجات اللي حصل فيها عطل او حصل فيها خلل وان واجبهم مش بس جوه العيادات بتاعتهم او جوه المستشفيات لا واجبهم في المجتمع الاوسع تمام جمال من القاهره الو صباح الفل صباح الفل يا استاذ جمال اهلا وسهلا جمال حسني معاكي من القاهره اهلا بيك يا فندم انا بصحى مخصوص بدري رغم ان انا شغلي يعني هي راحتي الوحيده يبقى يوم الجمعه انا بصحى عشان استمتع بحضرتك وبالضيوف اللي انت بتجيبيهم ربنا يخليك ده شرف لينا يا استاذ جمال الله يخليك يا فندم انا عندي فكره كنت على طول لما الاقي حد مسؤول بشوفه كنت لازم اقدمها له اتفضل انا بقول ان رئيس الجمهوريه والدوله بتبني في مجال واحنا لازم في الحته الثانيه نبني العامل النفسي عند المواطن المصري العامل النفسي العامل النفسي جزء منه الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي عليه النهارده تمام زي ايه بقى زي ايه انا راجل بسكن في منطقه شعبيه الشرابيه تمام في ناس كثيره رحاله صعيده على فلاحين بيجوا وما لهمش مأوى او مكان فانا فكرت فكره والفكره دي كانت موجوده من زمان ان احنا نعمل في كل منطقه شعبيه حاجه اسمها التكيه تمام احنا رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا ان في جزء من العطاء يبقى في الاكل والاستقبال واحنا بنستقبل الواحد ثلاث ايام ده شرعا حد تمام ايه المانع ان كل حي في منطقه شعبيه يدي جزء من حته ارض صغيره ما تتعداش ال 100 متر ونعمل فيها صوان مش هنبني فيها حاجه كمان ببساطه والصوان ده نستقبل فيه الناس الغريبه الست اللي هي جايه مستشفى الدمرداش او مستشفى العسكري غمره العسكري والله العظيم بلاقي ناس في جناين نايمه بالبطاطين بتاعتها ده جزء من العطاء بشكل تاني احنا نستقبل الناس دي يباتوا عندنا ثلاث ايام ناكلهم نعمل لهم غدا وجبه غدا بس نشربهم شاي يلاقوا مأوى او مكان يباتوا فيه وهو عباره عن صوان متحرك مش ثابت فانا برضو ان كل مسؤول النهارده نفكر بقى يعني بره الصندوق فعلا والله فعلا نفكر افكار غير تقليديه الحاجات دي هتدي عامل نفسي محترم للناس وهتربط الناس تاني استاذ جمال انا سعيده بيك جدا
واديت لنا جرعه تفاؤل فظيعه الصبح بصراحه. يعني انا مبسوطه جدا جدا باللي حضرتك قلته، وادونا امل سواء هو او عم بطرس او حتى مدام سحر اللي كلمتنا في الاول. لا يا جماعه، مش ممكن ابدا الصفات الحلوه تختفي من 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 بلدنا. فكرة عبقرية. وفكره جميله، وقد ايه هو بيفكر في الناس اللي حواليه. كل حي شعبي يعني او جنب اي مستشفى مستشفيات الكبيره اللي الناس بيجوا لها من اخر الدنيا، وطبعا ما يقدرش دول ينزلوا لا في الكندا ولا في فندق ولا في حاجه خالص، وهيقعدوا كام يوم على ما ابنهم او بنتهم تخف. ففكره ان الناس تشتري حته 100 متر ولا 70 متر ولا 200 متر عمليه سهله، وبعدين تتبني وتبقى دي التكيه. التكيه دي على فكره في الثقافه بتاعتنا كانت موجوده. والله انا يعني ايام كنا طلبه يعني كنا يعني بنسافر رحلات ويعني في بعض المشاريع كده اللي كانت تعملها لنا الكليات او المدارس، فكنا بننزل في حته اسمها التكايا دي. زي هي زي بيوت الشباب كده دلوقتي بالمعنى الحديث يعني، بس احنا عايزينها بقى للكل، تنزل رخيصه يعني وتقدم الاكل والشرب والبيات للناس. فدي لو اتعملت فعلا والناس عندها دوافع الخير كتير، الناس بس عايزه حد يحطها على الطريق، انه في حد من اهل الخير يتبنى الفكره ويعملها. والخير يعني اذا كان على الخير فبسم الله ما شاء الله، يعني كل افكار الخير وكل النفوس الطيبه الحلوه زي ما انتم موجودين، عم بطرس وجمال ومدام سحر كلكم طول ما انتم موجودين احنا عارفين ان احنا ان شاء الله دايما بخير. ودي هتشيل عن الناس حاجه حرج، لان دلوقتي صعب قوي يمكن ان حد يبيت حد عنده ما يعرفوش. طبعا لكن المكان ده موجود سهله بقى، ما فيش اي حرج خالص. اكيد. دكتور انا سعدت جدا بلقاء حضرتك النهارده وبالمعلومات، ويعني ان شاء الله احنا دايما بنحاول ان احنا نقدم لحضراتكم دعوه للتفاؤل ودعوه لان احنا دايما نقول لسه في امل، وطول يعني طول ما احنا قاعدين وطول ما احنا مصر بخير اهلها ان شاء الله هيبقوا بخير. يا ريت تستكملي المنظومه بتاعه الاخلاق كلها. ما حضرتك معانا بقى احجزك، لان خساره قوي انه الحاجات دي. بشكرك جدا جدا استاذ دكتور محمد المهدي استاذ طب النفسي بجامعه الازهر، شكرا جزيلا ليك يا فندم. مشاهدينا استنونا بعد هذا الفاصل وهنناقش مع بعض في الفقره اللي جايه قوانين الاحوال الشخصيه، ابقوا معنا.